مدارس الطالب الذكي، القرآن حياتنا، نحو جيل إسلامي أمثل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جديد اللقاء بكم في مادة العلوم الصف السادس، الفصل الدراسي الثاني، الوحدة الخامسة، الدرس الثالث، درس هل توصل المعادن المختلفة الكهرباء بنفس الكفاءة؟ هل توصل المعادن المختلفة الكهرباء بنفس الكفاءة؟ تعالوا لنتعرف على المعادن والسبائك. المعادن كما هو معروف عناصر تستخلص بواسطة عملية التعدين، مثال الحديد، الألمنيوم، الذهب، القصدير وغيرها. والسبائك، ما هي السبائك؟ تتكون العديد من الأجسام من خليط من معادن مختلفة تسمى سبائك. إذن السبائك عبارة عن خليط من معادن مختلفة. مثال: يتكون الصلب المقاوم للصدى من مخلوط من الحديد والنيكل والكروم. يستخدم الصلب المقاوم للصدى في صناعة الأشياء التي لا يحبب بها خاصية الصدى. النحاس الأصفر، فهو خليط أو مخلوط من النحاس والقصدير. يستخدم في كثير من الأشياء، منها صناعة الشمعدان. ما هي شدة التيار؟ انظر الصورة، إنها الدائرة الكهربائية، يسري بها التيار الكهربائي. ولكن ما هي شدة التيار؟ شدة التيار الكهربائي هي المعدل الذي تتدفق به الشحنات الكهربائية، المعدل الذي تتدفق به الشحنات الكهربائية. كيف نقيس شدة التيار الكهربائي؟ يتم قياس شدة التيار الكهربائي بعدد الشحنات التي تسري عبر نقطة في دائرة كهربائية خلال ثانية واحدة. عدد الشحنات عبر نقطة خلال ثانية واحدة. تقاس شدة التيار بأداة تسمى أميتر أو مقياس متعدد ملتيميتر. يحتوي المقياس المتعدد على وصلات، وهذه الصور توضح شكل مقياس متعدد ملتيميتر والأميتر. هنا تتم قراءة شدة التيار، وهنا أيضا يشير المؤشر لشدة التيار في الأميتر. المقياس المتعدد يحتوي على وصلات، وهنا واضحة أكثر. وحدة قياس شدة التيار الأمبير، أمبير. عندما يشير المؤشر هنا نقول يشير إلى شدة تيار كذا أمبير. هل توصل المعادن المختلفة الكهرباء بنفس الكفاءة؟ للإجابة على هذا السؤال سنقوم باستقصاء مدى جودة توصيل المعادن للكهرباء. ستحتاج إلى سلك مغطى بالبلاستيك، شريط لاصق، مفك براغي، خلية 1.5 أجزاء من 10 فولت، مقياس متعدد أو أميتر، بعض الأجسام المعدنية المراد اختبارها. كون الدائرة الكهربائية كما موضح في الصورة. وصل الطرف الموجب من الأميتر
بالطرف الموجب للبطارية. لاحظ هنا الطرف الموجب مع الطرف الموجب للبطارية. تحقق من أن الدائرة الكهربائية تعمل بشكل جيد. امسك السلك المغطى بالبلاستيك واترك الطرف الآخر المكشوف يلمس موصل الأميتر. نوصل هذا الجزء بهذا الجزء. توضح قراءة الأميتر أن الدائرة الكهربائية تعمل عند توصيل هذا الجزء بهذا الجزء. وقرأ الأميتر تحرك المؤشر، إذن الدائرة تعمل بشكل جيد. هنا الدائرة الكهربائية موصل بها جسم معدني. سوف نختبر كل معدن، وذلك بتوصيل الطرف المكشوف لأحد الأسلاك إلى أحد أطراف الجسم، ونوصل الأميتر إلى الطرف الآخر للجسم. نريد أن نقيس شدة التيار. هنا الطرف الموصل بالأميتر، وهنا الطرف المكشوف من السلك بالجزء الآخر أو الطرف الآخر للجسم المعدني. في كل مرة نغير الجسم المعدني ونقيس شدة التيار بالأمبير ونقارن. في نهاية الاستقصاء نتج أو اتضح لنا أن المعادن توصل الكهرباء بكفاءة مختلفة وبدرجات متفاوتة. عند قراءة شدة التيار بالأمبير التي تظهر على شاشة الأميتر عندما تم تغيير الأجسام هنا بأجسام مختلفة المعادن، اتضح أن المعادن توصل الكهرباء بدرجات متفاوتة. هنا سؤال للتحدي، لماذا لا تستخدم الأسلاك الذهبية في الدوائر الكهربائية رغم أنه موصل جيد للكهرباء؟ لماذا لا تستخدم الأسلاك الذهبية؟ أحسنتم، لأن الذهب نادر وغالي الثمن. ماذا تعلمت اليوم؟ تعلمنا ما هي شدة التيار وكيفية قياس شدة التيار. تعلمنا وتعرفنا إلى الأداة التي تقاس بها شدة التيار. تعلمنا وتعرفنا على وحدة قياس شدة التيار، وتوصلنا عن طريق الاستقصاء أن جميع المعادن موصلة للكهرباء بدرجات متفاوتة، فبعضها أفضل من الآخر في توصيل الكهرباء. وواجبنا اليوم، الواجب المنزلي، تمرين 5-3. هل المعادن المختلفة توصل الكهرباء بنفس الكفاءة؟ هذا التمرين في كتاب النشاط صفحة 31 و32. ها قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، وإلى جديد اللقاء بكم إن شاء الله في درس جديد من دروس العلوم الممتعة والشيقة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.